السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة وفيديو جديد. معاكم هيثم مرسي من كريبتو عرب. عايز تغير عملات رقمية، عايز تحول الباي بال، عايز تحول فودافون كاش، هو ده اللي هنتكلم عليه النهاردة. لو عجبك الموضوع أو فادك الموضوع، يا ريت تعمل سبسكرايب أو تعمل لايك أو تسيب تعليقك يكون شكل ليك. زي ما شايفين قدام حضراتكم النهاردة موقع اي اكس كوين كاش. موقع اي اكس كوين كاش هو موقع مش بقاله كتير، بقاله حوالي اكتر من شهر او شهرين تقريبا شغال يعني، وليه سمعه كويسه. فانا قلت ليه ما اشرحش الموقع في قناتي اللي طبعا وهوريكم كل حاجه دلوقتي. زي ما شايفين الموقع هنا فيه اكشينج، وطبعا لازم نلاحظ العلامه ديت لانها علامه مهمه جدا هنتكلم عليها، وهي العلامه المتعلقه بالريتس. الريتس هنا والجميل في الموقع ده ان كل حاجه اوتوماتيك، يعني نفس اسعار السوق هي اسعار الريتس. فيعني شيء كويس جدا لجميع الناس، بحيث لو انت بتحب تغير فلوس او بتحب تغير اي حاجه بتلاقي طبعا كل حاجه قدامك يعني مصداقيه بمعنى اصح زي ما انتم شايفين. اوكي، تاني حاجه هنا طبعا هوريكم الريت دلوقتي، هنبص عليه بصه سريعه قبل ما نخش على الاحالات والكلام ده، لان طبعا مش هخش على الاحالات، هحول على حاجه دي. زي ما شايفين هنا الريت من بيتكوين مثلا لباي بال، بيقول لك ان سعر البيتكوين في الوقت الحالي دوت إيه مثلا سيميلا 6496. اوكي، يعني كويس جدا جدا جدا، فيعني حاجه كويسه. زي ما شايفين برضو ايثيريوم ولايت كوين وباير وفودافون كاش ومع كل الازواج. فاي شخص يحب يحول عمله او يعني افضل ليه لو يخش الاول على الريت، يبص على جميع العملات. زي ما شايفين من هنا من باير للبيتكوين مثلا، يقول انا عايز احول باير، فيخش على الباير يبص على الباير يقول انا احول من باير لدوك كوين او من باير للايت كوين او من باير لايثيريوم او من باير لبيتكوين. الجميل في الموقع ده اللي هو بيقبل فودافون كاش وويسترن يونيون وباي بال كمان. اوكي، بس هقول لكم ان الباي بال لسه يعني هيتحدث او هينزل تقريبا في خلال الاسبوع ده او الاسبوع الجاي زي ما اعلنوا عنه في النيوز بتاعه الموقع. تمام، اوكي، تعالوا نبص على الحاجات المهمه اللي شدتني الاول انتباهي، وبعد كده نتكلم عن الموقع ونخش في كل التفاصيل. طبعا السينيال اللي هي التوصيات، واحنا طبعا الفكره وما فيها كلها ان التوصيات المجانية اوكي بتربح، اوكي مضمونة مش مضمونة، كلها زي بعضيها، ولكن حسب انت ما بتخش على توصية سواء في جروب معين انت مشترك فيه على التليجرام او غيرها. وناس كتير قالت لي يا هيثم خش على التوصيات، اعمل توصيات مش عارف ايه. انا مش بفضل موضوع التوصيات كتير اوي، لان التوصيات دي بتتحمل مسؤوليتك، ولكن انا جاي لكم الفكره دلوقتي وهشرح لكم كل حاجه. هنا في توصيات زي ما انتم شايفين من 22/9 ل 28/9، طبعا انتهت لان النهارده احنا في اكتوبر. اوكي، بس التوصيات موجوده على بيتريكس وعلى باينانس. اوكي، والجميل هنا اللي بيقول لك لو انت عايز تسيب يعني دعمك او تسيب زي بقشيش، تسيب دونيشن للموقع، لو انت كسبت طبعا من التوصيه بتاعتك ممكن تسيب لهم بيتكوين، دوك كوين، لايت كوين، ايثيريوم، طبعا دي بيكونوا شاكرين ليك. هنا مثلا من 27/9 ل 4/10 يعني موجود التوصيه دي. تعال نخش على توصيه معينه هنا ونشوف اي توصيه مثلا تشد انتباهنا شويه. تعال نشوف الاكس ار بي زي ما انتم شايفين حضراتكم دلوقتي. اكس ار بي بيقول لك ان هي سينيال في البيتريكس. اوكي، بيقول لك ان الفاليو 109، طبعا من اول ما ينزل التوصيه ممكن الفاليوم يكون اقل، ممكن الفاليوم يكون زاد. اوكي، 109%، اوكي، يعني ما يعادل 6 بيتكوين و19، 3.52% من سعر السوق اترفع وسعرها دلوقتي. السينيال ده بيقول لك من يومين لسبع ايام، يعني تستخدمه لمده اسبوع. هو السينيال هنا بينزل لمده اسبوع. وماركت كاب العمله، لو احنا دوسنا على بيتريكس مثلا اكس ار بي ونسيبها عقبال ما تحمل ونشوف امتى نزلت التوصيه و ايه الحلو فيها وايه الجديد فيها، او هي ناجحه او مش ناجحه. ده مش معناه ان ممكن تلاقي توصيات اصلا مش ناجحه، ممكن تخش في توصيات مش ناجحه، كل ده اسمه نصيب. عشان كده الموقع اما كاتب لك في الـ الاخبار بتاعته والكلام ده بيقول لك لو انت يعني انت تحمل مسؤوليه نفسك، احنا بنحاول نساعد. بس الجميل في الموقع الفكره ديت، يعني هو بيقول لك انا هديك توصيات مش مدفوعه مش اي حاجه، التوصيات ديت بتكون مجانيه لجميع الاعضاء سواء انت مستثمر سواء مش مستثمر، ولكن لو انت ربحت احنا بنطلب منك ان تبعت شويه فلوس
براحتك انت، مش بنقول لك كام، عايز تبعت تبعت، مش عايز تهدي الموقع ما تهديش، مش مشكله. بس بيقول لك ان فكره ان التوصيات دي بتروح للاوبريتور والسبورت، يعني لفريق الدعم اللي بيشتغلوا اللي بيحطوا التوصيات دي. تعالوا نشوف السينيال ده اتقرا يوم كام وندرس الموضوع شويه. يعني يوم 27/9، تعالوا نشوف يوم 27/9 هنا. هو بيقول لك انت هنا، بص يا جماعه، يعني سبحانك يا رب، انا شايف حاجه جميله جدا 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 جدا. بصوا معايا كده ولاحظوا معايا الفكره يا جماعه، احنا بنتكلم في يوم 27/9، اوكي؟ ركزوا معايا والنبي يا جماعه عشان ايه نبقى متفاهمين في الموضوع وفاهمين الموضوع. احنا انا معاكم اهو 20/9، بصوا اول ما 22 25، بصوا 27/9، يعني هو بيتكلم هنا اهو، اوكي؟ احنا بنتكلم في النقطه دي يا جماعه 27/9، يعني هنا في صعود اهو. يعني لو انت كنت اشتريت من يوم 27/9، حتى لو انت كنت بعت النهارده تطلع كسبان، يعني كنت ممكن تبيع يوم 29 30 1/10 وقدامك كل 2/10 لحد النهارده. طبعا ده شرط يوميا، لو انت دخلت على شرط 5 30 دقيقه او ساعه او الكلام ده كله هيبان اكتر. طبعا يوم 27/9 احنا كل ده طبعا ده نص ساعة، بس انا شايف ان الشرط كويس جدا والفكرة كويسة جدا، فليه لا؟ ليه لا ان الواحد ما يجرب والكلام ده؟ فدي حاجة كويسة. طبعا بالنسبة للحالات والكلام ده موجود الحالات وبيشرح لك ازاي الحالات. الجميل في الموقع ده يا شباب اللي عجبني فيه ان هو هنا بيقول لك الريزيرف، يعني موجود عندك كام، وزي ما شايفين ان البي بال موجود كمان عندهم، وموجود عملات سواء بتخلص وسواء ما بتخلص. الشيء الجميل زي ما شايفين ان هنا كل حاجه يعني لايف تايم، يعني 7 ساعات فاتت، 9 ساعات فاتت، 11 ساعه فاتت، 1 يوم، 2 يوم، وزي ما شايفين فودافون للبايير، وبايير فودافون، بايير فودافون، بايير فودافون. فالموضوع يعني جميل جدا جدا. اجمل شيء يا جماعه كمان هنا ان انت هتلاقي تحت هنا لو انت نزلت هتلاقي التستيمونيال او يعني الفيدباك، والفيدباك بتاعك مهم يعني للموقع ولجميع الاشخاص. هديك مثال دلوقتي، انا دلوقتي عملت تحويله من الموقع ده، الموقع ما دفعليش او اتاخر عليا 10 ايام او مثلا حاجه او حصل حاجه، كل ما عليك اللي انت بتكتب هنا للناس، انا كشخص باجي اشوف واشوف التقييم وبالتالي اقدر احكم على الموضوع ده. فالتقييم ده من ناس حقيقيه مشتركين طبعا، يعني وانت شايفين انا اللي لاحظته ان تقييمات كتيره جدا وموجوده بالعربي طبعا. لو انت كل ما عليك اللي انت بتخش هنا على تستيمونيال فوق هنا و تشوف كل التقييمات طبعا من ناس حقيقيين في الموقع، اوكي؟ بالنسبه للتسجيل طبعا في النيوز انا هنيجي عليها بس مش دلوقتي. التسجيل سهل جدا، اللي انت عارفه يوزر نيم وباسورد وتعيد تاني الباسورد، والايميل بتاعك لازم يكون صحيح وتبعت على الايميل، وبعد كده بيفعل لك، وبعد كده بتخش على الموقع عادي جدا، لان انت ما تقدرش تتداول على يعني تعمل اكشنج من الموقع الا ما تكون مفعل اوراقك. طبعا انا مفعل اوراقي وهوريكم كل الكلام ده دلوقتي. الطريقه سهله جدا، تتفعل اوراقك، الموقع بيقول لك فعل اوراقك عن طريق اللي انت بتحط يعني صوره بطاقه او باسبور والعنوان بتاعك زي ما شايفين، دوكيمنت فيريفيكيشن وادريس فيريفيكيشن، يعني اهو كونجراتوليشن يور اكونت از فولي اكتيفيت اند فيريفايد. كل ما عليك انت بترفع وهم بيتحملوا يعني الموضوع ده. زي ما شايفين اكشنج هنا ما فيش طبعا عامة، لان طبعا انا لسه بشرح الموقع ليكو، فده كمثال للموضوع. فالموضوع سهل جدا، بتحمله في خلال 48 ساعة بيوافق لك او في 24 ساعة حسب، وبيجي لك ايميل يعني بدون اي مشاكل. عشان تحول اي عمله كل ما عليك ان انت مثلا بتقول انا عايز احول فودافون كاش لبير، هنقول مثال، وبتكمل اكشينج، او عايز انا ادفع فودافون كاش واخد بيهم دوك كوين، اوكي؟ هي فكره. مثلا لو نزلت تحت هنا لو تلاحظ هتلاقي العلامه دي اكشينج ريت مثلا 8.93 دوك، صح؟ بص معايا كده، لو انا عملت تفعيل كده يعني في زي شرط، يعني شرط بيمشي هنا، هو ده بيجدد الاسعار بتاعت السوق. الجميل في الموقع ده يا جماعه ان زي ما انتم شايفين هنا مكتوب فوق الموجود الكميه الموجوده، طبعا هي كميه بتتجدد يوميا او اسبوعيا، واقل حاجه تقدر تسحبها واكتر حاجه. لو انت عايز مور كل ما عليك انت بتخش هنا وبتكتب الايميل واليوزر نيم والريكواير انت محتاج كام،
والايميل وبتكتب لهم كومنت انا محتاج مور، وهما بيردوا عليك بعد كده. بعدين الموضوع سهل جدا، انت بتكتب الكميه اللي انت عايزها هنا بالجنيه المصري، مثلا بتقول انا عايز اخد 100 جنيه مصري، بيقول لك هديك 744 دوك كوين، وبعد كده بتخش على نيكست ستيب وبتكتب اليوزر نيم والباسورد، هو موجود بتلاقيه بالديفولت يعني موجود، والايميل ورقم التليفون والمحفظه بتاعت الدوك كوين اللي انت هتستلم عليها، وبتعلم على اجري بتلاقيها متعلم عليها. تعالوا راجعوا معايا هنا، ممكن تخش على اتشينج هنا وتغير كل، مثلا تقول لا انا ال 100 جنيه بتجيب لي 744 بس انا محتاج 800، بتخش على تشينج وبتغيرها، لان هو بيقول لك 1 جنيه و20 سنت 20 قرش يبقى 8 دوك كوين حاجه زي. ولو لاحظتوا اخر ابديت موجود بالتاريخ والكلام ده كله. هنا اللي عجبني كلمه يعني كويسه جدا، سورس اكشينج يور اكشينج از الاو سيف اند سكيور، حقيقي هو موجود صح، لان لو انت ملاحظ تحت بيقول لك نوت فور سكيورتي ريزون يور اي بي از تا 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 واز ريكوردد باي اور سيستم. الجميل في الموقع ده اللي انت ما تنفعش تعمل لوج اوت، ما تنفعش، ما فيش فيه لوج اوت. ف اما بتكون عندك في الكمبيوتر بتاعك ما بتقدرش تعمل لوج اوت الا لما تطفي الكمبيوتر وتفتحه او فالموضوع كده، وده حاجه كويسه جدا، يعني ما فيش الاي بي بتاعك بيبقى محمي. مثلا نقول مثلا انت عملت كده، بتكتب هنا رقم محفظه هنقول سي مثلا ديت، وبعد كده بتعمل نيكست ستيب. هنا بيقول لك ويتنج فور بيمنت، كل ما عليك اللي انت بتحمل الصوره من هنا. انت تقول لي طب الشاشه انا مش شايفها كويس مش واضحه، هو كلام حقيقي لانه محطوط عليها زي غطاء يحميك من السكام والسبام وحد يشوف رقم محفظتك او البرايفسي بتاعك. كل ما عليك اللي انت بتشوف الرقم ده كده اهو، بتبعته على رقم، ما هو رقم مصري موجود فودافون، اوكي. وبعدين بتكتب هنا البيمنت ديتيلز، ممكن تقول له انا بعت كذا كذا، بس الموقع بيفضل ان انت ترفع صوره عشان بتكون موجوده على السيستم بتاعه. تعالوا هنا بيقول لك ان الاكشنج بتاعك لمده 360 دقيقه، يعني الوقت طويل مش قليل طبعا عشان فودافون كاش. تقريبا انت ممكن تعمل طلب وتقعد تقريبا 3 ايام عشان تدفع، فما عندكش مشكله، بعد الثلاث ايام الموضوع بينتهي وتقدر تعمل يعني بيبقى اوف او بيبقى كانسل البيمنت بتاعك. فهي دي الطريقه الموضوع بتاعنا. فاما بتكمل انت مثلا نحط مثلا نقول احنا عملنا اي تحويله كده، هتلاقي فيدباك. انا ارشح لكم ان انت ما تحطش الفيدباك بتاعك، علشان اما يكون في فيدباك وانت ما وصلكش الفلوس او العملات الرقميه لازم تنتظر. فانا من رايي ان انت يعني تنتظر لحد ما يوصلك العملات الرقميه، وبعد كده تحط الفيدباك بتاعك، وهشرح لك ازاي تحط الفيدباك بتاعك. بالنسبه للحالات زي ما انتم شايفين هم شارحين الحالات والبانر بتاعهم دوت زي ما انتم شايفين، وهنا يعني هم بياخدوا الاسعار من كوين ماركت كاب وكوين كيكو وبيستي بانك. فالموضوع جميل جدا 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 وعجبني جدا جدا، فانا حبيت اشرحه ليك. علشان توصل لرابط الحالات بتاعك بتخش على ماي ريفلرز وبتلاقي الرابط هنا، كل ما عليك انت بتعمله كوبي او بتشيره في تويتر جوجل او فيسبوك، وهنا بتلاقي الحالات. حاليا هو لمده 5% على بعض العملات وبعض العملات لا تقريبا، بس في المستقبل ان شاء الله تقريبا هم قالوا بعد شهر بينزلوا الحالات وبتبقى اقل من 5%، وهنشوف الكلام ده مع الموقع. كان شرح سريع يا جماعه ليكم عشان كل الناس تعرف ازاي الموقع شغال. هسيب لكم الرابط بتاعي اسفل الموضوع، هسيب لكم برده رابط الموقع من غير رابط الحاله بتاعي اسفل الموضوع، حابب تشترك من ده حابب مشترك من ده، هو يعني هكون شاكر ليك لو انت شاركت من خلالي. وان شاء الله لينا فيديو تاني هوريكم تحويل لايف، هوريكم كل حاجه بعد الفيديو ده. اشوفكم ان شاء الله الفيديو الجاي، والسلام عليكم.